درجات الحرارة ستهوي في بعض المناطق إلى ما دون الصفر وفق نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية وضعتها في الخانة البرتقالية. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وناقص 5 درجات تحت الصفر، أما درجات الحرارة العليا فما بين 5 درجات و10 درجات، والمناطق المعنية بموجة البرد بدءا من يوم الخميس هي أزيلال، ميدل، تنغير، جرادة، فيجيج، توريرت، جرسيف، إفران، صفرو، بولمان، بني ملال، ثم ورزازات.